النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية المناصير للزيوت والمحروقات العملاق مش كل من نظف عملاق مجمع الملك الحسين للأعمال متابعينا متابعي طقس العرب في الاردن نسعد الله اوقاتكم بكل خير كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى ونرحب بكم في هذه النشرة الجويه الخاصه بالطقس خلال ايام العيد يبدو ان العيد سيحل علينا باجواء لطيفه مقارنه بالايام الماضيه حيث شهدت المملكه خلال الايام الماضيه موجه حاره طويله وقاسيه حيث سجلت درجات الحراره قيم قياسيه لم تسجلها منذ عدة سنوات سجلت العاصمة عمان حوالي 43 درجة مئوية كحرارة عظمى بينما سادت أجواء شديدة الحرارة ومرهقة في باقي المناطق اعتبارا من يوم الجمعة وهو أول أيام العيد الأضحى المبارك يتوقع أن تعود درجة الحرارة للانخفاض مع ابتعاد وانحسار الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الأيام الماضية إذا درجة الحرارة ستنخفض اعتبارا من أول أيام العيد وهو يوم الجمعة تعود درجه الحراره كما ذكرنا الانخفاض لكن تبقى اعلى من معدلاتها بقليل مثل هذا الوقت من العام، يسود طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، ماذا يعني صيف اعتيادي؟ اي انه حار نسبيا فوق الجبال ويكون حار في منطقه الاغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقه الشرقيه والباديه. ايضا درجه الحراره ستعرف انخفاض خلال ساعات الليل ويعود الطقس معتدل في المناطق الجبليه والسهليه بينما يكون دافئ في باقي المناطق. نستعرض الآن المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة وهي ابتعاد الكتلة الحارة عن المملكة خلال فترة العيد، أيضاً الانخفاض على درجات الحرارة وسيطرة لطقس صيفي اعتيادي خلال فترة العيد. نستعرض الآن هذه الخريطة وهي خريطة توزيع الأنظمة الجوية خلال فترة العيد. إذاً تبتعد هذه الكتلة الهوائية الحارة شرقاً باتجاه العراق وباتجاه شبه الجزيرة العربية وبالتالي تهب على المملكة رياح غربية رطبة ذات درجات حرارة اعتيادية وبالتالي تنخفض درجة الحرارة تعود درجة الحرارة للانخفاض طقس صيفي اعتيادي يسيطر خلال فترة العيد اعتبارا من يوم الجمعة كما ذكرنا ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد أي طيلة فترة أيام العيد يوم الخميس سيطرت كتلة هوائية حارة شديدة الحرارة هي كان يوم الخميس كان هو اخر يوم لتاثير الموجه الحاره للمملكة المملكه يوم الجمعه تبتعد هذه الكتله الهوائيه الحاره تهب على المملكة رياح غربية قادمة من البحر المتوسط تكون ذات درجة حرارة اعتيادية لكن تبقى درجة الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم السبت بإذن الله ثاني أيام العيد يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة أكثر يعود الطقس الصيفي اعتيادي درجة الحرارة تبقى أقل بـ أعلى عفوا أعلى بقليل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام درجات الحرارة معتدلة خلال ساعات الليل نفس الحرارات يتوقع أن تسجلها يوم الأحد وبالتالي نستطيع أن نقول خلال فترة العيد درجات الحرارة ستعود لتكون صيفية اعتيادية في عموم المناطق إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى اللقاء